të dalë امل جدا الحاجه ترتيبها وجمالها يعني حلو قوي بس لون الانتري مش عاجبني ونفسي اغيره بس الموضوع محتاج ايه يبقى نجيب حد كده يشيل عايزين راجل يشيله ويحرك وكده محتاجين راجل ايه ماما ايه اللي محتاجين راجل يعني ما احنا نشيل احنا ونظبط الدنيا من الموضوع محنا مش احنا بنتعب من الموضوع دوت لا 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 ومش قادرين لا لا يعني. لا عارفه انا كنت اصلا بقلب في الفيسبوك شفت صوره كده كاريكاتير يعني مرسومه كده كرتون مقسومه نصين وفوق ست من غير شعر وكاتبين وومن ويز بريست كانسر ست عندها كانسر وشايله بقى شنط ولادها واخده ولادها ورايحه المدرسه ومن تحت صوره راجل وكاتبين مان ويز كولد فلو راجل عنده برضه حاطط ترمومتر قاعد في السرير مش قادر يتحرك معلش يا رنا بس الراجل راجل وست ست برضه بس يعني بصي يعني انا هحكي لك حكايه صغيره كده واحنا في كندا جاء واحد صديقنا يزورنا <applause> ولما بيجي الضيف بقى طبعا بيبقى الشغل كتير وبناخده نفسحه وبنعمل زيارات و... فكان ينزل مثلا الصبح انا انزل الشغل وهو نايم وبالليل يخش ينام وانا بشتغل في المطبخ وبعدين رجع مصر هنا وقال فلان اللي هو جوزي وجوز اختي برضو متجوزين رجاله لان شافنا بنعمل حاجات كتيره قوي فانا يعني انا عارفه ان هو قصده يجاملني بس يعني ليه ليه المجامله تيجي كده ان لما الست تعمل حاجه كويسه تبقى زي الراجل عشان الست قدراتها ضعيفه ومش دايما بتقدر تعمل مجهود كبير في وقت قليل فلما بتقدر تعمل كده ده بي بيدي احساس ان هي لا دي جدعه يعني, يعني عشان بس يعني انا مش شايفه ان في اي حاجه الست ما قدرتش تعملها يعني بالعكس انا شايفه ان قدره الست على التحمل اكتر بتقدر مثلا تتحمل البيبي جوه بطنها تسع شهور وتتحمل الم ولاده صعب او تقدر تتحمل ان هي تعمل حاجات كتير قوي بتقدر تشتغل اي شغلانه يعني مش اي تعملها لا بصي هقول انا بصيت على الانترنت ولقيت ما فيش وظيفه الست ما تقدرش تقدم فيها مقفولة للرجالة بس لكن اللي ممكن نقول عشان نبقى أمناء في وظائف الست ما تفوقتش فيها على الراجل يعني مثلا البوليس عسكري البوليس أو الدكتور بتاع استيتيشن يعني بتاع التجميل حاجات زي كده وفي وظائف تانية الراجل ما قدرش يتفوق فيها على الست نيرس مثلا ولا مدرسة حضانة دي يعني تخصصات الستات فما فيش وظيفه النهارده الست ما تقدرش تاخدها في ستات برجال الرجاله بتاعتهم وجوازهم بيموتوا وبيقدروا ان هم يشتغلوا ويعولوا ويربوا الولاد ويكبروا كل حاجه انا مش بقول ان الراجل دوره مش موجود مش معنى ان انا ست قويه انا مش محتاجه راجل ولا انا مثلا ما عنديش مشاعر ولا انا مش محتاجه اتجوز بس اقدر اقول ان انا اقدر اعمل نفس الحاجات بالظبط او اقدر اعيش من غيره بالظبط عادي الست زي الست بقى اللي بيموت جوزها دي بتروح لعمها ولا لخالها ولا لاخوها بس ده ولا المجتمع اللي بيفرض كده المجتمع لكن عندنا في الغرب ما بيحصلش كده ده هي بتكمل شغل وبتربي ولادها وبتعمل كل حاجه فهو المجتمع اللي حط الست في الكادر ده انت ما تقدريش تعيشي من غير راجل وانت محتاجه الراجل يعني يسكنك مثلا ولا يصرف عليكي ولا اللي هو فدي مشكله مجتمع انا برضو في حاجه بتضايقني جدا يعني ليه دايما الراجل بيحاول يعلي على الست في الشغل كانه هو عارف من جواه ان الست شاطره قوي فهو خايف احسن تسبقه يعني هو على طول بيحاول ان هو يثبت ان هي فاشله او ان هو اشطر او ان هو اللي هياخد الترقيه او ان هو اللي هيعمل وان الست في المكان ده لا هي مش هتنفع انا الاحسن يعني. هو بيبقى عنده وقت اكتر يقدر يديه شغله فبيبقى انتاجيته احسن و... وبيقدر يعلى في المراكز في الشغل اكتر لكن الست دايما حتى لو بتشتغل فدايما عندها هموم تانية بتخليها مش قادرة تقعد وقت اطول في الشغل بتخليها دايما عندها ابن محتاجة تقعد بيه فمش بتقدر تنمو بسهولة في شغلها الست فضلت تطالب بحقوقها عايزة وعايزة تشتغل وعايزة تبقى مساوية ل... للراجل وتخش في كل المجالات وجايز نجحت في كده بس الحقيقة ده جات على دماغها شوية يعني احنا مثلا في كندا لو تيجي تحسبي عدد الساعات اللي انا بشتغلها بره البيت وجوه البيت بقت 97 ساعه في الاسبوع لما انا كنت لو انا قاعده في البيت ما بشتغلش زي زي امي وتيتا وكده كانت عدد الساعات كام؟ كانت بس شغلي هو البيت وبس النهارده شغلي الدبل بتاع كده فاحنا طلبنا الحقوق بس كان في بقى يعني مسؤوليات خدناها على بناء مع الحقوق دي كلها بس ده ما يمنعش برضو ان الست تقدر تعمل اي حاجه زي الراجل ما بتبقاش ست لما بتعمل كل حاجه ما بتبقاش لا، لا، ست بتفقد انوثتها وجمالها لا 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 ما لا... على كده لا انت يعني تفقد... ازاي دي حاجه و... الست الست القويه اللي هي تعرف تفرق ان هي امتى تكون انثى وامتى تكون شارب ومحدده في شغلها وفي حياتها انزلي بصي كده على وشوش الستات اللي رايحه شغلها الصبح شكلهم ايه؟ ده ده مش مقياس هو الرجاله والرجاله شكلهم نايمين برضه الرجاله مش مهم شكلهم لا يعني انا قصدي <applause> الكل بيبقى يعني هما طول الوقت بيعيبوا علينا ان احنا ما نقدرش نعمل كل حاجه وما نقدرش نفصل ما بين كل حاجه وهم اكتر ناس لو جالهم دور برد ولا لو مثلا في في الشغل حاجه بقى انا متعكن انا مش قادر انا مش عايزه اتكلم اللي هو عادي يعني ما كلنا بنشتغل وبيحصل مشاكل في الشغل وبنرجع البيت بنعمل حاجات في البيت يعني بالعكس انا شايفه ان الست تقدر تعمل حاجات اكتر بكتير جدا من الراجل. انت عارفه في في امريكا وفي كندا 29% من الستات هم اللي قاعدين في البيت والستات الباقيين كلهم بيشتغلوا. ال 29% دول اغلبهم واخدين ثانويه عامه بس ما فيش دراسه بعد كده ودولت اللي هم يعني مستواهم المادي اقل من اي حد تاني. دلوقتي من كتر ما البنات عايزه تبقى مساويه للولد عايزه مثلا تلبس زي الولد عادي اه, تخرج عايزه تاخر بره مفيش مشاكل ليه انا ارجع بدري واخويا الولد يرجع براحته اه, تكتب على الفيسبوك اوقات مثلا لما تقولها طب ما يصحش البنت تكتب حاجه دل. ما الولاد بيكتبوا عادي ليه انا ما اكتبش واي حاجه اكتبها انا تبقى بيتبص لي ان انا مش كويسه والولد يكتب اي كلام هو عايزه براحته ما شيء طبيعي لازم يبقى في فرق بين الولد والبنت يعني ليه مثلا مقبول قوي ان يشوف الرجاله بتدخن والستات ما بتدخنش مع ان الحاجه مضره للاثنين انا مش بشجع يعني على الحاجه دي بس ليه احنا شايفين انه لما الراجل يعمل الحاجه دي ده عادي ولكن لما الست تعملها لا مش عادي لانه إيه؟ في حاجات للستات وحاجات للرجاله يعني, يعني إيه؟ مش كل في حاجات للستات وحاجات نقول تاني ده المجتمع اللي يعني ايه كل... مشكلة ان انا البس زي الولد ايه المشكله ان انا اتكلم مع اقول اللي انا عايزاه ما, ما يبقاش في قيود على كل حاجه انا بقولها ولا بكتبها على الفيسبوك بص بنت دي كتبت ايه كان الولد لو كتب نفس الحاجه بالظبط ده ولد جامد جدا وبيكتب كلام فظيع ايه الفكره في كده يعني ايه اللي يخلي ده كده خلي ده بالك ده بقى, بقى يا رنا لان احنا عندنا في الغرب فضلوا يقولوا كده وعايزين المساواه ونعمل زيهم وصلوا بالدرجة للدرجه دلوقتي الرجاله هي اللي عايزه المساواه مع الستات فيعني خلي بالكم. ازيك يا باسمه عامل ايه؟ اهلا <applause> يا <applause> رنا <applause> ازيك؟ <applause> ممكن اسالك اول سؤال كده افهم رايك يعني بتفكر ازاي؟ ليه دايما الراجل بيحاول يطلع فوق الست في الشغل وي.. ويعلي عليها وكأنه عارف من جواه يعني هو من جواه عارف كده إنه هي هتبقى أحسن مني أو أفضل مني فأنا أعلي عليها عشان هي ست، مجرد إن هي ست يعني مع إن أنا شايفة إنه عادي إحنا متساويين ونقدر نعمل زي ما هما بيعملوا بالظبط يعني. ده كده أول سؤال. ده كده أول سؤال <تصفيق> بقى. <تصفيق> <تصفيق> أه لو الراجل بيعمل كده فعلا بس ده مش قانون عام. لكن لو الراجل بيعمل كده فعلا الراجل عنده مشكلة. والراجل عنده شعور بالنقص في الجزء ده وحاسس انه ممكن تعديه او الراجل مشحون بانه دي مش بتفهم فعلا زي ما البيئه حوالينا ممكن تكون بتوصل له كده وبالتالي مقتنع ان لو حصل ومسكت فوقيه هتبوظ الدنيا فهو لازم يعمل كل حاجه وكل التفاصيل وهي بس اللي يقوله بالحرف تنفذه دول الحاجتين اللي بيخلوا الراجل يقص المراه جانبا يعني وياخد مكانها أو يخليها دايما تحته، يعني هي تسمع الأوامر وتنفذ. بس مش كل الرجالة كده. يعني ده مش قانون عام أقدر أطبقه على كل الرجالة. لكن ده ثقافته بتقول له كده. أو هو فعلا خايف عشان عنده شعور بنقص. شفت ناس مثلا اتربى في بيت الأم هي المتسلطة. فمش عايز ده يتكرر في حياته وهو زوج، فبيدوس بقى من الأول اللي هو بيدبح لها القطة زي ما بيقولوا. فمن أول يوم يبدأ يقول الأوامر وتتعمل وهي كده. ليه لانه مش عايز المثل اللي تعبه وهو صغير يتكرر معاه وهو كبير بس في على الجانب الاخر رجاله اسوياء نفسيا فين دول بي... لا موجودين هم فين الرجاله ده مش لا لا, لا اكيد بطلق. موجودين لا بالعكس موجودين جدا وبيشجعوا زوجاتهم جدا واعرف ناس كتيره جدا بيدفع مراته واعرف واحد آه قال لمراته انه انا السنه دي عايز اعمل عكس اللي الناس كلها بتعمله انا عايزك انت اللي تطلعي لقدام وانا اكون في ظهرك وفي ناس بترفض حتى وراء كل رجل عظيم امرأة لأنه ده معناها أن الست دايما وراء الكتاب ما يعلمناش أن الست وراء على فكرة ما يعلمناش أن المرأة وراء الرجل لكن دايما يقول لنا لما خلقهم قال تكون معينا نصيرا لا نصير. احنا بناخد معينا بس ونشتغل عليها أنا عايزها معينة يعني يعني ورايا يعني تشجعني يعني تدفعني بنسى أن هي نظيري يعني زي بالظبط وفي في سفر النشيد يقول لنا أنه هو كان معين من هذه الطالعه من البريه مستنده على حبيبها مين المعين هنا هو 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 اللي ساندها طب مستند عليه ولا ماشيه وراه بتجري لا مستند عليه فاذا الكتاب المقدس يقول ان هما ماشيين مع بس برضه يا باسم يعني في حاجات كثيره في الكتاب المقدس بتخلينا نحس انه طب ما الست لازم تاخد خطوه لورا فهي مش مفروض بتعلم، مش مفروض بت... بتتكلم في الكنيسه، فدي كله احساس يديك انه لا يبقى الست انت خطوه ورا كده سنه لانه الكتاب قال كذا وكذا وكذا. كويس كاس. في البرنامج اللي احنا فيه ده لما المخرجه قالت لحضرتك تبقي انت المقدمه وانا الضيف يقلل منك في حاجه؟ لا يقلل مني في حاجه؟ لا هو دور. انت واخده دور المقدمه وانا واخد دور الضيف. م. انا مش هينفع اقعد اسالك لان انا واخد دور ايه؟ ضيف مين اللي شايف كده مخرجه البرنامج شايفه انه ده الوضع المثالي والانسب فربنا عنده حاجه اسمها ادوار الادوار دي مش معناها انه في حد اعلى من حد ما فيش يعني احنا عندنا ازمه كبيره انه عندنا دايما المدير في نظرنا هو شخص اعلى من الموظف لا هما الاثنين متساويين ولو اتقابلوا بالليل مع بعض في مكان يقعدوا راسهم في راس بعض ويتكلموا وده اللي بيحصل عندنا في الغرب فعلا ما فيش حد فوق الثاني يعني جايز مسؤوليات اكتر لكن ما فيش حد احسن من الثاني بالظبط فكره الادوار انه انا دوري ما يخلينيش احس اني اقل مره قالوا عباره جميله جدا وبرده العباره فيها شويه حته مش مظبوطه لكن هقول قالوا ان المدير غاب فلم يشعر احد غاب عامل النظافه فتازم الجميع فكره انه مش دايما الاهميه بال... بالبوزيشن اللي انا واخده بس ده مش واقعي مش... في... في, اللي احنا عايشين فيه يعني انا مش شايف انه نظره المجتمع لينا غلطه مين طيب يا دي غلطه مجتمع مش غلطه وصايا الله يعني ربنا بيوصي بحاجه لو عملت انا عكس الوصيه مش هقدر اقول يا ربنا ليه عملت كده هو بيوصي بحاجه مظبوطه 100% ان الرجل يساوي للمراه وفي ادوار مختلفه ففي البيت الرجل هو المسؤول والقائد والمراه بتخضع له لكن في نفس الوقت الرجل يحب مراته عشان الراجل ما ينساش بس الحته دي فأنت مطالب إنك تحب مراتك قوي لدرجة إنه تموت لأجلها كما أسلم المسيح نفسه من أجل الكنيسة. فدي الراجل بينساها ويركز بس في فكرة إنه تخضع لي وتسمع لي. فإذا ربنا حط قواعد، المجتمع شذ عن القواعد دي. مش غلطة ربنا ولا غلطة الوصية. المجتمع بقى المفروض أعمل إيه؟ <applause> المفروض إن أنا في مواجهة هذا المجتمع أنا كأب أو كزوج أو كزوجة نرفض ده بالسلوك مش بالكلام. يعني مش هكتب على الفيسبوك المفروض ان الرجل يساوي المرأه وانا في البيت مزعق في مراتي وقلت لها لو ما عملتيش كذا ما... لا اعيش ده قدام الناس واوري المجتمع حاجه مختلفه واخلي الستات المقهوره تشوف واحده جوزها بيحترمها فتسأل ليه ده فين الكلام ده اتعلمت سوري فوق. بس ما هو ده بيحصل دلوقتي يعني اكيد في سيدات ان هو عايشين بالطريقه اللي انت بتقول عليها والازواج عايشين بالطريقه دي لكن المجتمع ما اتغيرش يكفي ان بيتي مظبوط يعني انا مش هخلي رنا لو طلعت في البيت تبقى عندها الازمه دي لان شايفه بابا وماما في تساوي حقيقي وشايفه باباها بيعملها زي اخوها بالظبط لكن لما هتروح الشغل مش هيعملوها بس استني ان انا لو أه. خرجت بره يعني زي المثل اللي كنت بقوله هنا انا كنت بقول انه إيه لو البنت بت بتدخن وولد بيدخن في نفس المكان النظره هتبقى للولد ان هو عادي ده بيعمل حاجه ده هو كده راجل ان هو بيدخن وفي الغرب هيقولوا مفيش مشكله خالص مفيش مش مشكلة, مشكله طبعا والبنت تبقى ساعتها بتعمل حاجه غلط جريمه يا ده بياكد لي انه القصه مجتمع في الغرب لو شافوا الاثنين ما عندهمش ازمه هنا دي ازمه مجتمع مش ازمه وصيه كتابيه كويس فاذا لو ازمه المجتمع الجميل بقى في الكتاب برضو انه ربنا ما ضحكش عليا يعني ما قاليش انا بساوي الرجل بالمراه وهتشوف في المجتمع نفس الكلام لا هو قال لي في العالم سيكون لكم ضيق هو قال لي على فكره بره هتطلع هتلاقي الموضوع فيه مشكله كبيره قال لي كده فدي في حد ذاتها تطمني وتخليني ابقى واثق في نفسي انه مش انا اللي غلط العالم فيه مشكله بس انا, أنا كمان عايزه اقول حاجه مهمه قوي انا عايشه في المجتمع صح وبعدين انا متاثره بيه فانا هتيجي بنتي مثلا مش برضه انا هتاخر بره لان انا عارفه المجتمع يفكر فيها ازاي مظبوط فهقول لها لا ما تتاخريش بره يعني انا مش هتيجي. بتاخر بره عشان مثلا خطر لا بتاخر بره عشان البواب ما يشوفنيش وانا جايه متاخره من بره عشان ما ينفعش اخر بعد ساعة ما احنا متأثر بالمجتمع يعني... ما احنا لازم برضه صورتنا تبقى كويسه في المجتمع آه، ما انا بفرق في المعامله انا افرق في المعامله وانا مش مقتنعه ان انا لان انا عارفه صوره المجتمع اللي حواليا هيوصلها صح. ازاي لما هي تعمل حاجه طيب. هال... أنا... غلط ولما انا ولما انا ببساطه اقول لبنتي او ابني الكلام ده م. هقول له ان انا مقتنع تماما ان من حقك تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة بس احنا لازم نقدر المجتمع اللي احنا فيه وفي حاجه اسمها ثقافه المكان اللي احنا عايشين فيه لازم بنكون مش هنتمثل بيها تماما الغلط فيها ممنوع بس الحاجة اللي مش هتأذينا خلينا نتبعها عشان ما نعصرش حد وما نأذيش حد وأنت ما تتأذيش ممكن قوي ممكن تتأذي جوه نفسيا هتبقى يعني محبطة ومتضايقة إن هي مش قادرة تعمل زي الباقي أعتقد شعورها إن بابا وماما فاهمين إن ده غلط وإن ده مش أصح حاجة بس بنعمله عشان كذا كذا يشفي جزء من الموضوع وإن كان ما يلغيش إنه عندنا ضيق في الحياة اللي إحنا عايشين فيها و... وأعتقد الغرب الحرية برضو فيها أزمة يعني بالزبط. اذا كانت التقفيل عندنا في ازمه زادت عن حدودها بالزبط. زادت خالص فعلا. فيمكن البنت هنا في المجتمع الشرقي عندها ازمه ان بابا وماما بيضغطوا عليها بره بابا وماما عندهم ازمه ان البنت مش عارفين يتحكموا فيها وخلاص مش عارفين يعملوا ايه او لسه عدلهم في البيت اذا كان الرب يسوع اللي هو المثل الحقيقي للحاجه دي تلاميذه كلهم كانوا رجاله يعني فويس. ما كانش في تلاميذ آه سيدات او بنات تمام البنات كانوا بيكونوا بيعملوا حاجات تانية اقل لا اقل دي لا لا خدمه مختلفه, لا مختلفة. مش يعني مختلفة. مش واضحين زي الرجاله زي ما في 12 صعين. راجل وربنا نفسه كان بينادي ان مش مش قصه قصه وضوح يعني انا مش مطالب مني في الخدمه ان اكون واضح زائد ان ال 12 تلميذ فيهم ناس انت ما تعرفيش عنهم حاجه فقصه مش وضوح برضو انت عارفه بطرس كويس قوي عارفه توما عشان شك في اخر حاجه في ناس ما نعرفش عنهم حاجه فهي برضه مش موضوع وضوح موضوع ان المسيح اكرم المراه اكرمها جدا ومش كلام وعظ لكن اقرا الكتاب من اوله لاخره اكرمها جدا ومفيش في ال12 تلميذ واحده ست بس كل الاناجيل مليانه بمشاهد فيها المراه موجوده بوضوح شديد ويكرمها المسيح جدا وكان المسيح يحب مرسى ومريم والعازر المسيح بعد القيامه بقى يقدر الست اكتر من الرجل ممكن اخد المبدا ده ليه لانه بعد القيامه ظهر لمريم المجدليه وساب تلاميذه أحباء الغاليين الرجاله اللي كان بيفضلهم فهل اقدر احط المقياس ده ما ينفعش بس هو دايما كان بيقدر المراه فيظهر لها اول حاجه ويقول لها اذهبي قولي للتلاميذ النقطه الثانيه التلاميذ لو كانوا حسوا ان ده مبدا المسيح كانوا اشتغلوا بيه في سفر الاعمال خلاص بقى المسيح علمنا ان المراه ما مكان تيجي الاول مشهد في اعمال واحد كانوا التلاميذ مجتمعين تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز مع النساء طب ما تقولش رب لا عايز اوضح التلاميذ اتعلموا حاجه من المسيح انه النساء لهم مكانه في وسطين ولهم تقدير في وسطين المراه لو وصل لها اللي انت بتقوليه ما كانتش هتتعامل مع المسيح بالطريقه اللي تعاملت بيها معاه ما كانوش هيجروا قبل الرجاله ويروحوا القبر عشان يحطوا الاكفان ويحطوا سوري الحنود. الاطياب بتاعهم والحنوط فاذا المراه نفسها ما وصلهاش الاحساس اللي بتقوليه هي كانت مقدرة جدا للدرجة اللي فيها بتدور على المسيح وتقول للرجل تقول للمسيح اللي ظنته البستاني ان كنت عارف هو حطيته فين قل لي اين وضعته. من من كتر حبها وتقديرها ليه بتتكلم عنه طول الوقت. هل دي امرأة حاسة ان المسيح مش بيقدرها؟ فالمسيح كان بيقدرها جدا. ليه المسيح كل تلاميذه رجال؟ احنا قلنا ادوار ده جزء من الموضوع. القصة الثانية انه بعد 2000 سنة من حياه المسيح. لو سمعت دلوقتي في مجتمع شرقي انه في خادم مجمع شباب وشابات في العشرينات من العمر بيلف بيهم وبيبات في الجبل وبيبات في البستان وبيركبهم سفن ويسافر بيهم عبر البحار. تضايقك ولا ما تضايقكيش؟ كمجتمع شرقي. الكلام مش مقبولة, مش مقبوله كمجتمع شرقي بس انا يعني يعني. ما تضايقنيش يعني انه عادي يعني. انت عشان انت لكن انا بكلمك على المسيح في مجتمع شرقي من 2000 سنه. فكان الطبيعي يا يتمم المهمة كما هي هنطلع على الجبل وهنبات في الشارع ومش هتلاقوا مكان تسندوا فيه رؤوسكم وهنبقى في السفينة وحدينا ونايمين وتعبانين ومجهدين فهعمل كل ده وبعدين هطلقكم في الخدمة بعد ما انا اصعد تغزوا العالم كله وتسافروا وتتعرضوا لامور صعبة جدا وتنكسر بيكم السفينة وتدخلوا السجن فكان في نوعية معينة المسيح بيختارها يشتغل بيها لكن انا اللي يضايقني لو لقيت انه المسيح طول الوقت في الاناجيل ما تعاملش مع الستات. او كانت المراه تيجي تتعامل معاه فيرفضها. او في تعاليمه احس مثلا انه طول الوقت بيقول لهم الستات كذا وانتم كذا. طب ما انت قلت لنا ان في جزء من الرجاله هم عندهم مشكله وحاسين جايز بنقص شويه فعشان كده يعني معاملتهم للمراه مش مظبوطه قوي. علاجهم ايه الناس دول ولا إيه؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله في حاجه احنا ممكن نعملها الكتاب المقدس يقول لنا انه المراه الحكيمه تبني بيتها الراجل عنده ازمه في فكره انه يحس إني بدي له اوامر يعني فكره انه اللي بتعمله ده غلط او انا شايفه ان معاملتك ليا مش عارف ايه او اني احاسبه هو عنده مشكله في الجزئيه دي قد يكون لان ربنا خلقه قائد وراس للبيت فيحس طول الوقت إنه هو بس اللي يدي الاوامر هنا بقى حكمه المراه ايه حكمه المراه عن تجربه وشفتها كتير لما الست بتيجي تتكلم مع الراجل بالهدوء وبشويه صبر انه مش هيتغير النهارده دول الحاجتين المهمين قوي انها تقول كتير بس مش بزن يعني تقول له بقناعات مختلفه وافكار مختلفه وتدي له امثله وفي اوقات معينه يعني انا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح ان مش ساعه المشكله انا ابتدي اتناقش فيه معاه انا استنى شويه لما هو يهدى وانا اكون جمعت افكاري شوي بكلامي مقبول اكتر عارفه برضو الكتاب يدينا مفتاح للراجل لما يقول انه الست تخضع لرجلها مش بمعنى الخضوع اللي هو سي السيد لا بمعنى فكره طول الوقت محسسة انها محترمه شخصيته هو ده فالراجل لو الست بتكلمه من حته انها محترماه جدا ومقدراه وعارفه انه بيعمل كده عن غير قصد وتقول له بس انا احتياجي لكذا كذا ولما عملت كده قدام الستات ده مش حلو انتوا كرجاله ممكن تقبلوا وممكن تتريقوا على بعض قدام بعض لو الكلام ده اتقال لك هتبقى حاسس من جواك كده ان في حته ان هي ايه جت على هقولك. عليا كراجل جت على رجلتي يعني صح ما, ما يصحش هي برضه ازاي تنقضني وتعملني مش هوعظك انت لما تقولي لي كده بنسبه كبيره مش هقبل اللي بتقوليه كراجل هبقولك لك وحاجه بتحصل معايا تمام ده اكيد اه بس برضه كراجل هرجع افكر في الموضوع بيني وبين نفسي مش هظهر قدامك ان انا يا كده فعلا لا خلاص انا اسف مش هيحصل بنسبه كبيره بس الحته الثانيه اللي غايبه عنك ان الراجل بيرجع يفكر في الموضوع ده بينه وبين نفسه. صدقيني يا رنا الطريقه تفرق. مع الراجل الطريقه تفرق ومع الست الطريقه تفرق. يعني يعني اكيد انت مش ها ما بتحبيش فكره الاوامر برضو اكيد. لكن بتحبي انه يفهمك ويقولك معلش طب بصي تعالي نحكي في كذا. ف والراجل كده، الراجل عايز الموضوع مش بديله من فوق واقول له غلطت في كذا بقدر ما انا انا متفهمه وعارفه كويس قوي ان يمكن انت غايبه عنك ومقدره ده بس معلش اتعبك شوفي كام جمله اتقالت قبل ما يتقال الموضوع هتفرق قوي قوي مع الراجل القصه دي وبعدين اقول له انا بس يعني حصل لما عملت كده انا اتجرحت فيا ريت وانا هساعدك حلو الكلام ده على الدايره القريبه لكن يعني بالنسبه بقى للدايره الكبيره اللي هي البرة لو مثلا في شغل او في في حاجات في تعاملات الحياه عامه ماشي أنا متفهمة إن المجتمع والثقافة هي اللي كده، بس أنا ذنبي إيه إن أنا أفضل عايشة في الثقافة بالشكل ده، وبتحمل ده وبتحمل السخافات دي بالشكل ده يعني. <applause> عندنا أزمة كبيرة في الموضوع ده أكيد، بس أنا بعمل اللي أقدر عليه من ناحية إنه مش هخلي حد يعدي حدوده معايا، يعني في حدود أنا بقدر أعملها لنفسي. ففي حد هيتعدى الحدود دي، لا إحنا بينا وبين بعض شغل مثلاً، فكلمني في الشغل. لكن ما تتعداش حدودك في انك تتدخل في حاجه تخص شكلي او لبسي مثلا إيه؟ او ما تتعداش حدودك تخص في انه بعد ما اسيب الشغل تكلمني في التليفون وصلتي ولا لا في حاجات ينفع اوقف انا الشخص عند حده فيها لو حسيت انه بيكسر أنا الحاجز انا مقتنعه من جوايا ان انا عقلي كويس واقدر افهم كويس ففي الشغل انا طول الوقت ببذل جهد كبير ان انا اكون ناجحه وان انا بعمل كده كويس فا اه ممكن الرجاله مثلا يعني مره كان مطلوب مني شغل مثلا وحد بيقول لي انت بس اعملي كذا واحنا نكمل بقى قلت له على فكره انا اعرف اعمل كل الحاجه صح. يعني واعملها كلها وفعلا عملت كل المهمه اللي كانت عليا وكتبت على الكمبيوتر بنفس الطريقه وكان هو مذهول يعني انه انه هو ف... المشكله ف... في ايه بقى يعمل انه أحياناً الناس لما يتقال لهم الجملة دي تخاف وتقول له طب خلاص خد. أوه. يعني خايفة لا تقع فعلاً ويمسك لها بقى فهي أول ما يقول لها مش هتعرفي تقول له طيب فيعني اللي أنتِ عملتيه صح جداً وأتوقع إن هو غير تعامله في الحتة دي معاكي لأنه في حتة أثبتت عنده. غير عنده إنه الستات مش دايماً مش بيفهموا في حاجة وكده. اهو حاجة في حياته هو مش هيتغير بسهولة ولا المجتمع هيتغير بسهولة. بالزبط. بس انا عندي مشكله تاني بقى ان انا شايفه كتير قوي من الستات وبالذات في مصر آه الراجل بقى هو اللي استسهل الحياه انه ما يعملش حاجه ولسبب او لاخر مش عايز يشتغل وسايبها هي تشتغل وعندنا نسبه امراه معيله عاليه جدا في المجتمع وفي رجاله آه خلاص يعني اتراجعت عن دورها حتى في البيت وفي ستات كتيره ارامل ومطلقات وكده ابتدوا ياخدوا دور الراجل فتلاقيهم في الاشغال بيشتغلوا في البيت بياخدوا قرارات فبيروحوا فبي يصلحوا عربياتهم بيروحوا عارف الحاجات اللي هي غالبا بنسيبها للرجاله دي ابتدوا هم ياخدوا الدور فيها لان الراجل اتراجع لورا سواء هو اراد كده او للظروف العائليه يعني. والست بتبقى ست وراجل في نفس الوقت. احنا عندنا ازمه غالبا الراجل اللي زي كده بنسبه كبيره بيبقى في التربيه والدته طلعته كده يعني انت ما تعملش حاجه خالص وانا هعمل لك كل حاجه. فبالتالي هو خد صورة عن المرأة أنها تبقى كده دي تخدمني بس وليه برضو؟ لأنه يمكن في الأجيال اللي فاتت كان نسبة الستات اللي بتشتغل قليلة نسبهم أكتر موجودة في البيت وبالتالي بتعمل شغل البيت كله فالولاد طالعين ما بيعملش حاجة فتعود على كده فيتعامل مع مراته على نفس القياس يعني برضو أقول إنه الزوجة مش عايز طول الوقت أحمل على الزوجة برضو غلط جدا عند الراجل إنه الاثنين مثلا يبقوا بيشتغلوا ويرجعوا البيت عايزها هي تكمل في البيت وهو يقعد ازمه كبيره وغلط بنسبه 100% بس يشتغلوا هما الاثنين في الجزئيه دي انه من بدايه الارتباط ومن بدايه تعاملي معاه اوضح له انه ساعدني وتعالوا إن نشتغل مع بعض وانا محتاجه لده لانه احنا بس مش يعني مش هنبتدي الموضوع بخناق يعني اشرح له القصه وانه انا راجع الساعه 3 وانت راجع معايا الساعه 3 فانا مش هقدر اكمل انا هقول سوري اقطعك في الغرب الراجل والست بيشتغلوا والاثنين لما بيرجعوا على البيت الست بتشتغل ساعتين ونص والراجل بيشتغل ساعه واحده ده اتفاق ولا قانون يعني اتفاق ولا بينهم, اتفاق بينهم دي دي هو اللي بيحصل اوها. احصائيات بتقول كده آه، أوكي. ان هي عندها حاجات تعملها في البيت لمده ساعتين ونص بعد شغل النهار كله وهو بيشتغل ساعه واحده طب اجيب التلفزيون ولا, اللي هو. ولا مم. كويس قوي يعني كويس قوي انه بيشتغل ساعه يعني اصلا في رجاله من قبل الارتباط انت ما يعني بيحصل كده لانه في نسبه ثقافه اعلى في نسبة فهم وادراك اكتر. فاذا واضح ان القصه والازمه مش فكره راجل وست قد ما هي انه في ثقافه موجوده في المجتمع. لا هو... بس انا هقول لك سؤال ان الست بتشتكي، ليه انا اشتغل ساعتين ونص لما ارجع البيت وتشتغل ساعه واحده يعني مش راضيه؟ ادي المساواه اللي لسه عايزينها بس يعني دي مساواه كويسه قوي كده من بداية. البدايه ان هو اصلا كتابها تشتغل. ف... حلو قوي بس اعلي يعني مش هقدر اطلب من واحد ما يعرفش ما اتعودش اني فجاه اصدمه بانه انت المفروض تشتغل زيي